بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف السادس grade 6. Today إن شاء الله we will start explanation and answering unit 3. كما تلاحظون هنا سنبدأ اليوم بشرح وإجابة تمارين اليونت 3، وعنوان هذه اليونت هو The Story. Story معناها قصة، of stories، وstories معناها قصص. إذن يوجد مجموعة قصص stories in this unit، في اليونت 3. لاحظوا هنا The title، العنوان The Lion and the Mouse. The Lion معناها الأسد، and the Mouse الفأر. As you see here, this is the Lion، هذا هو الأسد، and this is the Mouse، هذا الفأر. Now we read and listen. اقرأ واستمع. We will read. طبعا القصة هذه تتكلم باختصار أنه كان هناك أسد نائما. It was sleeping. أيضا الماوس هذا كان يبحث عن طعام وكان يركض خلف الجرادة. الجرادة جاءت هنا كما تلاحظون عند الأسد، فاستيقظ الأسد وأراد الأسد أن يأكل الفأر، ولكن بعد ذلك طلب منه الفأر أن يتركه، فتركه الأسد هنا كما تلاحظون. وقال له الفأر عندما تركه: ربما أساعدك يوما ما. فهنا ضحك الأسد ضحكا شديدا وقال له: كيف تستطيع أن تساعدني؟ أنت فأر صغير وأنا ملك الغابة. وماذا حصل في يوم من الأيام؟ وقع الأسد في الشباك، تحت الشباك، وحاول أن يخرج من هذه الشباك، وبدأ يزأر ويطلب المساعدة. من سمعه؟ الذي سمعه The Mouse، الفأر، وجاء إليه، وبدأ الماوس هنا الفأر كما تلاحظون بقطع الشباك، وبعد ذلك خرج الأسد من الشباك وأصبح الفأر والأسد صديقين. إذا لاحظوا هنا هذا هو ملخص القصة. Now listen to me. Number one. One day، في أحد الأيام، Lenny the lion، اسم الليون الأسد هو ليني، was sleeping under a tree. Number two. This Marty the mouse، اسم الماوس هو مارتي، was running near Lenny the lion. He was very excited because he was chasing معناها يطارد. كان الفأر يطارد ماذا؟ اللقست، واللقست هي الجرادة هذه. For his dinner، حتى يتعشى للعشاء. Number three now. Marty the mouse didn't see Lenny the lion and ran over his paw. لم يشاهد الفأر الأسد وركض فوق المخلب. ما الذي حصل؟ Look here picture 4. Lenny the lion woke up، استيقظ الأسد. Woke up، استيقظ. He picked up Marty the mouse، مسكه. Pick up، التقطه. And held him near his mouth، وقربه من فمه، أراد أن يأكله. Marty the mouse squeaked and squeaked، يعني أصبح يصرخ. Marty the mouse was very frightened، كان خائفا. Lenny the lion had such big sharp teeth، كان للأسد sharp teeth، لاحظوا هنا الأسنان الحادة. Lenny the lion had such big sharp teeth. Please don't eat me، يطلب الفأر من الأسد، قال له: Please، من فضلك لا تأكلني. Said Marty the mouse: I am very sorry I woke you up، قال له: أنا آسف لأني أيقظتك من النوم. Now picture 5. Lenny the lion looked at little Marty the mouse shaking in his paw. عندما نظر الأسد إلى الماوس رآه shaking، يعني يهتز من الخوف ويرتج. The mouse was so little and he looked so frightened، كان خائفا جدا. Lenny the lion decided، قرر الأسد، decided to be kind، أن يكون لطيف، to little Marty the mouse and let him go، وتركه. Now picture 6. Marty the mouse، ماذا قال الماوس؟ Thanked Lenny the lion and said، شكر الأسد وقال له: Maybe one day I can help you، يعني ربما في أحد الأيام أستطيع أن أساعدك. ماذا فعل الأسد؟ As Marty the mouse ran away، Lenny the lion roared. Roared يعني زأر. With laughter، مع الضحك. How can such a little mouse help me؟ كيف أنت أيها الماوس الفأر الصغير تساعدني؟ I'm the king، ومعنى king ملك الغابة، of the jungle، jungle معناها غابة. Now picture 8.
The next day, في اليوم التالي, Lenny the lion was walking through the jungle. كان يمشي في الغابة هذا الأسد. Looking for food. يبحث عن الطعام. Suddenly, فجأة. A big net. ومعنى net, هذه net معناها شبكة. شبكة كبيرة. Made of rope dropped on top of him. سقطت عليه. He was trapped. Trapped يعني علق في الشباك. Now number nine. Lenny the lion couldn't get free. Couldn't يعني لم يستطع free أن يتخلص من الشبكة. From the net. He roared and roared. أصبح يزأر ويزأر. Now number ten. Marty the mouse was also in the jungle. هذا الفأر أيضا كان في الغابة. Jungle. Looking for food. يبحث عن الطعام. He heard Lenny the lion roaring. سمعه يزأر. And quickly ran to find out what was wrong. وذهب بسرعة إلى الأسد. Now picture 11. Little Marty the mouse saw. معنى saw رأى الفأر الصغير Lenny the lion in the net في الشبكة net. And quickly started to bite. Bite معناها يعني يعض ويقطم. Through the rope. Rope معناها الحبل. With his little teeth. بأسنانه الصغيرة. ماذا حصل هنا number 12. Soon قريبا Marty the mouse had made a hole big. يعني أحدث ثقبا كبيرا في الشبكة. For Lenny the lion to get out of the net. وخرج الأسد منها. Now number 13. Now Lenny the lion and Marty the mouse are the best friends. أصبحوا أفضل الأصدقاء. لاحظوا هنا عندنا سؤال. What did you learn? Learn معناها تعلمت. ماذا تعلمت from this story, من هذه القصة؟ الإجابة هنا, this is the answer, to accept, أن نقبل, advice, النصيحة, from everyone, من أي شخص. لاحظوا في البداية الأسد ماذا فعل في البداية؟ يعني عندما قال له الفأر ربما أساعدك يوما ما, فضحك منه الأسد وسخر منه. فهذا يعلمنا درسا ألا نسخر من الآخرين. لاحظوا هنا, do you know what this kind of story is called? نوع القصة, kind يعني نوع, ما هو نوع هذه القصة؟ هذه تسمى fables. Fables يعني قصص خيالية خرافية غير حقيقية. Now you can find the answer on page 26 of your skills book. نذهب الآن إلى page, صفحة 26 في skills book. Look here. This is the title. هذا هو العنوان. The story of stories. People have always told stories. الناس في العادة يروون القصص. There are many different kinds. معناها kinds. يوجد أنواع كثيرة للقصص. Some are told to help us remember important events. بعض القصص تساعدون على تذكر الأحداث. Events or people أو الناس. Others وقصص أخرى are told to try and explain how things happen in the world. الآن some stories, بعض القصص, are told to try to teach us. إذا بعض القصص تعلمنا. Teach معناها تعلمنا. How to be good, كيف نكون good people, ناس جيدين. And how to behave, وكيف نتصرف. لاحظوا هنا behave معناها كيف نتصرف. These kind of stories are called, هذه القصة تسمى ماذا؟ Fables, خرافات. مثل هذه القصة, like this story, هذه fable, غير حقيقية. Now here, fables are stories with a moral. هذه القصص الفيبل يكون فيها مورال, يعني عبرة وموعظة. لاحظوا هنا, من هذه القصة تعلمنا موعظة وعبرة, وهي ألا نسخر من الآخرين مهما كان حجمهم. Okay, now let's come here to the workbook also. طبعا هذه القصة كتبها شخص كاتب مشهور اسمه إيسوب, وهو شخص غريس, from Greece, من اليونان, ويتكلم مثل هذا النوع من القصص من خلال الانيمالز, الحيوانات, البيردز, الطيور, وانسكتس, الحشرات. الآن لاحظوا هنا, the story you have just read, هذه القصة, this story, the lion, is one of Aesop's fables, إحدى قصص هذا الشخص. What advice, ما هي النصيحة, do you think Aesop is giving in this fable? ما هي القصة التي أراد أن يوصلها للقارئين؟ To accept advice from everyone. Write the moral of this story. ما هي العبرة والعظة من هذه القصة؟
You should accept any advice from anyone. يجب أن تقبل النصيحة من أي شخص. Now let's go to this activity. Activity 2. Remember and complete. تذكر وأكمل. من القصة التي قرأناها الآن ركزوا معي. يوجد جمل نريد أن نكمل هذه الجمل. لاحظوا هنا. Lenny the lion. Lenny the lion هذه الفاعل هنا في الجملة مفرد. لاحظوا. مع المفرد ماذا نستخدم؟ مع المفرد نستخدم was. نستخدم ماذا؟ was. وبعد was نستخدم فعل ينتهي بماذا؟ فعل ينتهي ب ing. إذا لاحظوا Lenny the lion was sleeping under a tree. Now Marty the mouse أيضا هنا Marty the mouse مفرد استخدمنا was وبعد was chasing. الفعل هو chase وانتهى ب ing أصبحت chasing. Was chasing كان يطارد a locust for dinner. Number 3. The next day Lenny the lion was. Look here. We use was. Why? Because Lenny the lion is singular, مفرد. Walking. أيضا هذا الفعل walk انتهى ب ing. Walking. Was walking يعني كان يمشي. Through the jungle. في الغابة. Now number 4. Marty the mouse heard Lenny the lion roaring. Roaring. وهذا فعل ينتهي ب ing. كان يزأر. Number 5. Now Lenny the lion and Marty the mouse are the best friends. أصدقاء. لاحظوا أخذنا هذه وأكملناها من هذه الفراغات. Chasing, friends, walking, sleeping, roaring. كلها وضعناها في هنا. نأتي الآن إلى page 27. Read and label. اقرأ ورتب. Legends. Legends. ما معنى legends؟ Legends معناها نوع من القصص وهو يتحدث عن الأسطورة. أسطورة يعني خارق للعادة. Are another kind of story. They are usual stories about people. غالبا هذه تتكلم عن الناس. About people who really lived sometimes. Though legends are all from people's imagination. إذن هذه قصص خيالية من خيال الناس. لاحظوا مثال على هذه القصص هي قصة روبن هود. قصة ماذا؟ روبن هود. Look here. We will see here. Look at this story. This story is about Robin Hood and his merry men. Merry men هم الرجال التابعون لروبن هود. Look here, this is the title of the story. هذه تسمى legend, أسطورة. You can see these pictures. Picture 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And you can see here the story. هذه هي القصة التي تتحدث عنها هذه الصور. One upon a time في أحد الأيام there was a man كان رجل called Robin Hood يدعى ماذا يسمى روبن هود. إذن هو رجل أسطورة. He was a good man كان رجل جيد. He wanted to help poor people أراد أن يساعد الناس الفقراء. He lived in Sherwood Forest كان يعيش في غابة Sherwood in Nottingham with a group of men مع مجموعة من الرجال who were called the Merry Men. إذن اسم الرجال كان يسمى Merry Men. وبعد ذلك أعزائي الطلبة أمامكم هنا القصة. تقرؤون القصة كاملة ويوجد عليها بعض الأسئلة. نأتي إلى إجابة هذه الأسئلة. هنا لاحظوا روبن هود هي مثال على الليجندز الستوري ليجندز. طبعا نوتنغهام هذه مدينة موجودة في England وإنجلند هي بريطانيا. الآن هنا Do you know the story of Robin Hood؟ هل تعرف قصة روبن هود؟ Now look at these pictures. Look at these pictures. انظر إلى الصور. هذه الصور. We have here five pictures. Six pictures as you see here. And here in the middle we have some phrases and words. بعض الجمل والكلمات. نريد أن نضع هذه تحت الكاركترز. Main characters. معنى كاركترز الشخصيات الأساسية لقصة روبن هود. Number 1 This is Robin Hood. Number 2 The Merry Men رجال روبن هود. Number 3 This woman is Maid Marian. This girl as you see here. Now also Number 4 This one is Prince John. Who is Prince John? Look here. We have here Prince John. Prince John.
and also this is the sheriff of Nottingham. Sheriff, this is the sheriff. هذه الذين نتكلم عنهم هؤلاء شخصيات رئيسية في القصة. Now also King Richard of England, ملك بريطانيا اسمه ريتشارد. This is the man, king, الملك ريتشارد. Now let's go back, نرجع هنا. Look, let's go to page 28 from the workbook, skills book. Read, lock and match. اقرأ وانظر ووصل. نعم هنا نستطيع الإجابة على هذا من خلال page 24 في كتاب الكلاس بوك. هذه أسئلة، لاحظوا question 1, 2, 3, 4, 5, 6. الآن ما هي الإجابة على هذه الأسئلة؟ الإجابة مثلا for example number 1، أين إجابة number 1؟ This one D. The question is who was taking money from the rich؟ من الذي كان يأخذ المال من الأغنياء؟ This is the answer. Robin Hood and his merry men. Now number 2, what were the merry men doing? Number 2, أين الإجابة للنمبر 2؟ This. So they were giving money to the poor. كانوا يأخذون المال ويعطوه للفقراء. Now this is number 3. هذا السؤال. What was Prince John doing? This is the answer. He was taking money from the poor. Number 4. Who was Robin Hood fighting? Fighting يعني يقاتل. من كان يقاتل Robin Hood? This is the answer. Number 4. He was fighting the sheriff of Nottingham. كان يقاتل عمدة مدينة نوتنغهام. Number 5. Where was Maid Marian hiding? أين اختفت؟ This is the answer. Number 5. She was hiding in the castle. Castle معناها قلعة، اختفت في القلعة. This is number 6. Where was King Richard riding? إلى أين كان ذاهبا الملك Richard? This is the answer for number 6. He was riding in the forest, في الغابة. Now let's go to this activity. What were Khalid's friends doing yesterday afternoon? ماذا كان يفعل أصدقاء خالد متى yesterday مساء وقت الظهر afternoon بعد الظهر. Here we have some words as you see. Was, where, was, doing, reading, watching, riding. نريد أن نضع هذه الكلمات في الفراغات هنا. راشد and سعيد were riding their bikes. لاحظوا هنا استخدمنا مع الماضي الجمع were. إذا كان الفاعل جمع، لاحظوا هنا راشد and سيف مجموعة، لذلك استخدمنا were. وبعد ذلك ماذا أضفنا إلى الفعل؟ أضفنا ing. الفعل هو أصلا ride يركب، وriding كانوا يركبون. Number 2 safe. Safe فاعل مفرد، مع المفرد ماذا نستخدم؟ was. لا نستطيع أن نقول where. Safe where خطأ. Safe was reading. Safe was، هنا الآن نكتب الإجابة، was reading a book. Now number 3, محمد and خلفان were، لاحظوا جمع، محمد and خلفان مجموعة were their homework. نختار الآن فعل من هنا were doing. إذا were نكتب هنا doing. Now number 4, أحمد مفرد، لذلك نستخدم مع المفرد ماذا؟ نستخدم was. أحمد was television. نختار الفعل هنا watching. So the answer here is watching. كان يشاهد تلفزيون، التلفاز. الآن what were you doing yesterday afternoon؟ هذا السؤال لك عزيزي الطالب، ماذا كنت تفعل يوم أمس yesterday أمس afternoon بعد الظهر؟ You can say I was sleeping. نأتي هنا ونعدلها. I was sleeping yesterday afternoon. Now let's go here to this activity. For this, let's go here to the class book. Read and think. اقرأ وفكر. The story of Sindbad the sailor. معنى sailor بحار. Sindbad البحارة. Sindbad is another legend. إذا legend أسطورة. أيضا هذه القصة Robin Hood هي تعتبر قصة من قصص a legend يعني الأسطورة.
أيضا هذه القصة سندباد the sailor البحارة السندباد as you see here. Many people believe that he lived in Baghdad. يعيش هذا السندباد في بغداد في العراق. In Iraq. And some people believe that he lived in Suhar in Oman. But there are no facts to prove either of these. لكن لا يوجد أدلة. الآن do you know the story of Sindbad the sailor? هل تعرف قصة البحارة سندباد؟ What can you remember? Now number two, read and make. Read the instruction, the introduction. اقرأ المقدمة. This is the introduction. تبدأ ب my father to the story of Sindbad the sailor. إذن القصة هنا تبدأ بماذا؟ My father died. مات والدي. When I was young, عندما كنت شابا صغيرا. He left me a lot of money. ترك لي الكثير من المال. One day when I was talking to my friends, في أحد الأيام عندما كنت أتكلم مع أصدقائي. And feeling bored, وأشعر بالملل. I decided, قررت. I wanted to travel. أريد أن أسافر حول العالم. The world and have lots of adventures. وأقوم بالكثير من المغامرات. As you see here, he is sitting with his friends. جالس مع أصدقائه وقرر أن يسافر حول العالم. طبعا هنا تستطيعون إكمال هذه القصة في نهاية هذا الكتاب. Pages 73 to 75. يوجد قطع من هذه القصة. تستطيعون قص هذه طبعا مع المعلم في المدرسة وإكمالها وترتيبها بالشكل الصحيح. نأتي الآن هنا. Let's come here to this page. Read, think and listen. اقرأ وفكر واستمع. معنى هنا كلمة alliteration. معناها هذه الكلمة تكرار الحرف. عندما لاحظوا is when one letter حرف واحد sound صوت حرف is repeated. إذا كررنا نطق ولفظ الحرف أكثر من مرة هذا يسمى alliteration. Lots of time a piece of writing. لاحظوا هنا Robin ran rapidly round and round the rocks. ما هو الحرف الذي تكرر كثيرا؟ حرف الراء. لاحظوا هنا Robin. هنا ran rapidly round and also here round and here rocks. إذن هذا يسمى alliteration, الحرف الذي يتكرر بشكل كبير. لاحظوا هنا أثناء نطق الحرف يوجد يسمى tongue twister, التواء للسان أثناء نطق الحرف. نريد الآن أن نحدد الحرف الذي تكرر نطقه في هذه المقطوعة. لاحظوا هنا where, الحرف W. و was و وليد و also here we have و W. و و also here Wednesday. و which also here و. So all these letters are repeated. يطلب منك هذا التمرين أن تضع خطا تحت الحرف الذي تكرر كثيرا نطقه في المقطوعة هذه. لاحظ هنا look و و also we have here and this and here we have was walking wadi with water Walter Wolf also here what Waleed with white watch Waleed also here with white watch. إذن لاحظوا الحرف الذي تكرر كثيرا هو حرف وزار water Wednesday well. إذن هذا هو الحرف الذي تكرر كثيرا في هذه الفقرة. وهنا كما تلاحظون in this page read and circle. اقرأ وضع إجابة حول الإجابة الصحيحة. طبعا هذا نختاره من page 25 في كتاب الكلاس بوك. look here 25, this is page 25. طبعا هذه الإجابة كما قلنا لكم موجودة في page 73, 74 and 75. these are the answers. question 1, was Sindbad wearing a blue and red turban? the answer is yes. question 2, was Sindbad standing
under a tree. The answer is no, he wasn't. Three, where Sindy Bad's friends sitting in his garden. هل كانوا يجلسون في الحديقة؟ The answer is yes, they were. Question four, where Sindy Bad's friends reading comics? The answer is no, they weren't. لاحظوا هنا طبعا أحضرنا الإجابات من أين؟ من هنا، من خلال هذه الصورة. من خلال هذه الصورة. Now let's go to this activity. Look at the questions about the adventures of Sindbad. مغامرات سندباد. ونريد أن نجيب على هذه الأسئلة. Were Sindbad and the sailors sailing from island to island? Yes, they were. Was Sindbad walking along the beach? هل كان يمشي على الشاطئ؟ Yes, he was. نعم. Was Sindbad. معنى was يعني هل كان. لاحظوا كلها بدأت was إذا كان الفاعل مفرد. سندباد مفرد، بدأنا بواز، لكن هنا لاحظوا where. لماذا بدأنا استخدمنا where؟ لأنه هنا جمع sailors and سندباد. So here the answer no he wasn't. Four, was the bird sitting on its egg? Yes it was. Five, was سندباد flying on a carpet? Carpet معناها سجادة. هل كان يطير على السجادة؟ No he wasn't. Was سندباد looking at a rock? هل كان ينظر على حجر أو صخرة؟ No he wasn't. Where the people. لاحظوا هنا استخدمنا where. لماذا؟ لأن people جمع. Throwing large diamonds into the valley. No they weren't. Where the people throwing large pieces of meat into the diamonds. Yes they were. Was Sindbad flying out of the valley in an airplane. هل كان يطير في طائرة؟ الإجابة no he wasn't. إذا لاحظوا هنا الإجابة حضرناها من هنا وبعض الإجابات تتكرر. وبهذا أعزائي نكون انتهينا من القسم الأول من اليونت 3 للصف السادس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.